مرحبا. اليوم عندنا السيارة المثالية لإنجاز أعمالك، والسيارة الجديدة الأكثر ابتكاراً وخفة اللي بتقدر تعتمد عليها. خلينا أعرفكم على بيجو إكسبرت. يعني ذات الخبرة بإنجاز أعمالك لقوتها ومرونة استخدامها. حصلت هالسيارة على عدة جوائز من وقت ما انطلقت عن فئة سيارات الفان. إكسبرت متوفرة بتصاميم مختلفة زي ما نحن شايفين اليوم هون وأيضا هون لتلائم حاجاتكم. جمعنا اليوم إكسبرت الخاصة بنقل البضاعة اللي فيها ثلاث مقاعد إكسبرت فان وإكسبرت كومبي اللي بتوسع على ركاب، بالإضافة لصندوق واسع لتحميل البضائع. تصميم الإكسبرت بخبرة وعلى قاعدة جديدة Efficient Modular Platform 2 من بيجو اللي بيوفر الجودة العالية والكفاءة. محركها المتميز بسعة 2000 توربو سولر بقوة 150 حصان وبصندوق غيارات يدوي وبست سرعات، وهي سيارة اقتصادية بيوصل استهلاك الوقود فيها ل 13 كيلومتر على كل لتر. مظهر الإكسبرت جديد كلياً لهالسيارة العملية بامتياز، تم طرحه مؤخراً عالمياً وبالسوق الفلسطيني. تم الاهتمام بتفاصيل تصميمها لتعكس عناصر التصميم المميزة لبيجو، وهذا بيبين بتصميم الواجهة الأمامية اللي صار لها طابع أكثر جرأة وقوة بفضل الجريل الأمامي العمودي المرتفع لتميزها عن بعد على إنها سيارة بيجو. هالسيارة بتوفر تناغم مثالي للأبعاد الخارجية والمساحة الداخلية لتكون أكثر عملية لإنجاز المهام ونقل البضائع بسلام. في إكسبرت في أبواب سحب جانبية على الجهتين، هذا بيسهل عملية الصعود والنزول من هالمركبة وتحميل البضائع فيها. للإكسبرت بابين خلفيين نقدر نفتحهم بزاوية 180 درجة لتسهيل عملية تخزين ونقل البضائع من الصندوق مهما كان حجم الحمولة. هالسيارة العملية حاصلة على 5 نجوم وهو التقييم الأعلى لمعايير السلامة والأمان NCAP، وبتحتوي على قفل مركزي ومحدد مسافة وسرعة بيحافظ على سرعة ثابتة بدون ما يحتاج السائق للضغط على دواسة التسارع. أما بالنسبة للشكل الثاني للإكسبرت فهو مخصص لنقل البضائع وبيوسع لحمولة بتوصل لألف كيلوغرام، وممكن إدخال الحمولة عن طريق أبواب السحب الجانبية أو الأبواب الخلفية. إكسبرت إلها شكلين، الأول اللي نحنا فيه هلأ بيوسع 5 ركاب أو أكثر، فيها مقعدين بالمقصورة الأمامية، وبتتميز هالسيارة بحجمها الكبير من الداخل وبيشعر السائق ومرافقه براحة كبيرة أثناء الرحلة. بيتوفر قدام المقعد الأمامي اللي هون جنب السائق صندوق بعمق تقريباً 20 سنتيمتر بيقدر يستغله لوضع أي غراض أثناء الرحلة هون زي ما نحن شايفين. ومن الخلف فيها متسع للركاب ولنقل البضائع في الصندوق الخلفي. جوا السيارة تم إعطاء كتير اهتمام لراحة السائق لأن وضعية الجلوس المريحة والعملية تعطي السائق شعور كأنك بزيارة سيدان. جهزة براديو مدخل CD وMP3 بالإضافة لبلوتوث، وفيها إضاءة عالية الجودة وتكييف هواء لتخلي رحلاتكم مريحة وبيسرة. لسهولة نقل البضائع من الأبواب الخلفية بإكسبرت نقدر نفتح هالأبواب حتى أي درجة بالضبط. لأعمالكم وبضائعكم بتوفر بيجو كل خبراتها بسيارة الإكسبرت. إذا حبيت تتعرف أكثر على هالسيارة القوية زور أحد معارض أوتوزون، الوكيل الوحيد بفلسطين لبيجو الفرنسية. كونوا على الموعد الحلقة القادمة. إلى اللقاء.